السؤال هذا أستاذ ابتسام يهم الكثير من المشاهدين، ماذا بعد الأسبوع العاشر؟ ماذا ربما يتم اتخاذه من قرارات؟ بعد مرور 10 أسابيع أو خلال 10 أسابيع سيتم تقييم الوضع بشكل كامل إن شاء الله. يعني هل هناك احتمالية أن يستمر الفصل الثاني أيضاً عن بعد؟ هذا القرار حقيقة يعود إلى عملية التقييم للوضع الذي سيتم خلال 10 أسابيع.